فما زال النظام الجزائري يرفض تطبيق حق تقرير المصير لشعب القبائل الأبي الذي سبق تواجده بسنوات ضوئية قيام الدولة الجزائرية. السلام عليكم. على كل حال أنتم شفتوا الكراغلة كيقول لك العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. شكون اللي بدا هادشي؟ هذا الكراغلة. أنتم بغيتوا تقرير المصير للصحراويين، والصحراويين مغاربة، أصولهم مغاربة، والحكام ديالكم هما اللي جابوا هذاك التخليطة، جابوها من الدول الإفريقية وحطوها في الصحراء. لما الصحراويين راه كلهم دخلوا للوطن. دابا هادشي هذا أنتم اللي قلبتوا عليه، أنتم لقيتوه، دابا هادشي ولا رسمي. شكرا. وأعطي كلمة للمغرب. طلب وفد بلادي أخذ الكلمة لممارسة حق رد على ما ورد من ممثلي الجزائر. إنه لمن دواعي الغرابة وسخرية القدر أن يأخذ ممثل الجزائر الكلمة تحت البند 70 للجنة الثالثة تقرير المصير للإشارة إلى موضوع الصحراء المغربية. ومن منطلق أن المبادئ لا تجزأ، أبت الجزائر إلا أن تكون مثالا صارخا للاستثناء وتكريس سياسة الكيل بمكيالين كما عودتنا دائما في مداخلاتها. فما زال النظام الجزائري يرفض تطبيق حق تقرير المصير لشعب القبائل الأبي الذي سبق تواجده بسنوات ضوئية قيام الدولة الجزائرية. فكيف لنظام أسس قبل حوالي 60 سنة فقط أن يمارس جميع أشكال الاضطهاد، التمييز الممنهج والعنف الشامل والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية ضد شعب أسس إمارته منذ القرن الرابع عشر الميلادي. فشعب القبائل الأمازيغي ما زال يعيش تحت وطأة الاضطهاد أشد قسوة من ذلك الذي عاشه أثناء الاستعمار الفرنسي. فقد استمر القمع الممنهج والأشد وطأة لشعب القبائل ما بعد استقلال الجزائر في عام 1962، خاصة في ظل إقرار نظام الحزب الواحد. وكان السيد حسين آيت أحمد أبرز المقاومين لهذا التوجه حين أسس حزبا آخر تحت اسم جبهة القوى الاشتراكية، الذي دخل في صراع مرير مع الجيش الجزائري حديث النشأة آنذاك، والذي انتهى بالقبض على السيد حسين آيت أحمد سنة 1964 والحكم عليه بالإعدام، لكنه استطاع الفرار من سجن الحراس سنة 1966 وأصبح أشد معارضي النظام الجزائري واختار العيش في منفاه بسويسرا. لكن صراع شعب القبائل مع السلطة المركزية لم ينتهي عند هذا الحد. دابا كما قالت لكم الأستاذة السفيرة، كان الأولى بكم تعطيو بعدا استقلال ديالهم لصحاب القبائل، وعاد تشوفوا واحدين اخرين. الا كنتو نيت كتهضروا ولا يسموا الحقد ديالكم ضد المغرب هو اللي يدفعكم لهذا الشيء باش تولي بدا تكذبوا على الجزائريين وتكذبوا على روسكم. فالنظام الجزائري ما زال يمارس سياسة الإرهاب ضد شعب القبائل بالقمع والنار. هذا الشعب الذي له كل الحق في تقرير مصيره بشكل سيادي وفوري. إن الاعتراف بالشرعية الكاملة لتطلعات شعب القبائل الأصيل تتضمنها المادة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والتي تنص على حقوق الشعوب الأصلية في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي والحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل وسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تطلع بها. وفي هذا الصدد تؤكد المملكة المغربية أن الإعلان بشأن الشعوب الأصلية سيظل بدون مفعول طالما أن شعباً ذو تاريخ يعود إلى 9000 سنة لا زال محكوم عليه بإنكار هويته من طرف النظام الجزائري بدون أي رد فعل من جانب المجتمع الدولي وخاصة للأمم المتحدة. وفي الأخير أود التأكيد أنه إذا كانت الجزائر فعلا تؤيد حق تقرير المصير فلتمنحه أولا لشعب القبائل الذين يطالبون به منذ عقود
بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمس بوحدتها الترابية الممتدة على كامل أقاليمها من طنجة إلى القويرة، شاء من شاء وأبى من أبى. على كل حال الصحراء إن شاء الله صافي سالت، وغادي دابا نخليو الصحراء الشرقية دو كوتي حتى نفكوا بعدا المشكلة ديال القبائل. مع احتراماتي لك سي أنور مالك، ولكن راه ما عندي ما ندير، الناس ديالكم تعداو ماشي غير الخطوط الحمراء، راك شفتي هذاك اللي داعش اشنو قالوا على المغرب واشنو شتموا المغرب ما خلاو فيه ما يتجمع. الرئيس، لا ألوم ممثل الجزائر على هوسه وتمسكه بالتدخل في مسألة الصحراء المغربية ووحدة أراضي المملكة. هو هوس يمكن تفهمه، لأن كل ما هو مغربي جميل بذاته، فريد من نوعه وعريق بتاريخه، ابتداء من التقاليد المغربية الضاربة في التاريخ ووصولا إلى الصحراء المغربية، وهو شيء ينقص الدولة الجزائرية الحديثة العهد. وفي هذا الصدد أريد التوضيح أن تمويهات الجزائر لن تنطلي على المجتمع الدولي، ولن تخفي حقيقة السياق الذي تتعارض فيه تطلعات الملايين من سكان القبائل من قمع النظام الجزائري واضطهاده. فهناك عدة استحقاقات وانتصارات لشعب القبائل في الشهور الأخيرة، أولها الإعلان يوم 20 أبريل 2024 عن قيام دولة القبائل وعاصمتها تيزي وزو بعد سنوات من الاضطهاد والقمع الممارسين على هذا الشعب من طرف نظام الجزائر. وقد تم هذا الإعلان أمام مقر الأمم المتحدة، حيث تم رفع إعلامها الوطنية وترديد النشيد الوطني لدولة القبائل، كما تمت بهذه المناسبة تلاوة إعلان قيام دولة القبائل. وثانياً، إصدار شركة المحاماة المرموقة بريك كورت تشامبرز في مقرها بلندن رأياً قانونياً في شتنبر 2024 يحق فيه أن شعب القبائل هو شعب بالمعنى المقصود في القانون الدولي، وبناء على ذلك فإن لشعب القبائل الحق الكامل في تقرير المصير بموجب القانون الدولي. إضافة أود التأكيد على أنه على عكس الجزائر تماما، تواصل المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التزامها الاستراتيجي المرجعي والدائم في العمل الدؤوب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبها في جميع أنحاء أراضيها من طنجة إلى القويرة، كما أثبتت ذلك في تاريخها الطويل والتزامها الاستثنائي. وفي الأخير، وتزامناً مع تخليد الشعب المغربي البارحة الذكرى 49 المجيدة للمسيرة الخضراء المضفرة، لا يسعني إلا أن أختم مداخلتي وحق الرد باقتباس من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وشكرا السيد. دابا هاد الكراغلة هادو ما بقى لا خوا خوا ولا تاهم يحزنوا، وكيبان لي هاد الشيء هذا ما بقى ما يتعشق. كما كان قال الحسن الثاني الله يرحمه ملي كان رئيس عرفات، جبد الصحراء المغربية وقارنها مع داكشي اللي واقع اليوم مع اسرائيل. وقف الحسن الثاني وقفة واحدة الله يرحمه وتبرأ من جميع المغاربة، اي مغربي يتلقاه فلسطيني في شي طبلة واحدة ويبقى جالس معاه راه قال لك غادي يطلي ليه الدار ديالو بداكشي اللي راكم عارفين. اذا هادشي اللي خصنا نديرو حتى حنا مع الجزائريين، خاص ما يجلس حتى شي واحد ماشي جزائري، يعطيونا التقار ونعطيهم التقار، هادشي احسن. اليوم اللي وصلنا دابا التهديد بالحرب وهذا وكيوجدوا الحرب، ولا حتى شي واحد اللي كنقولوا بعقلو هضر. اذا ما بقى لا خوا خوا ولا حبيبي ولا الزمر، كل واحد يهضر على راسو، كل واحد يديها في راسو، كل واحد شاكان بور سوا. المغاربه بيناتهم والاخرين يدبروا راسو، المهم حنايا يعطيونا التقار. فين ما يدخل شي واحد شي ميكروب فيهم يبدا يهضر على تقرير المصير الشعب الصحراوي. انتم جايبين البنديه وجايبين المافيا حاطينها في تندوف وكتقولوا الشعب الصحراوي. المهم راه كلشي عيق بكم، ما بقى تيتسنت لكم حتى شي واحد في الامم المتحده. عيقوا يا حكم العار، حكم يا جنرالات الزفت، عيقوا خلاص فيقوا من القلبه ديالكم، وشي حرب راه ما تقدوش عليها.